النهاردة بنحتفل بالتذكار الأول لنياحة قداسة البابا شنودة الثالث. البابا شنودة مهما اتكلمنا عنه ما نقدرش نوفي أبعاد هذه الشخصية العملاقة. أول كلمة صغيرة وبعدين نبتدي الوعظة بتاعتنا بعد كده. البابا شنودة كرئيس كهنة تحققت فيه أهم الصفات بتاعت الكاهن. الكاهن هو شفيع نمرة 2، أب وراعي نمرة 3، معلم. شفيع بريزفيتيروس يعني شفيع، وأب بيحتضن أولاده وبيرعى زي ما المسيح وصى كده، أن يحبوني يرعى غنمي. قال لبطرس كده، أنت بتحبني؟ قال له ارعى غنمي. وأيضا معلم، من فم الكاهن تخرج الشريعة. فالبابا شنودة تحققت في التلات حاجات دول بشكل قوي جدا، زي ما بيقول أحد الآباء المعاصرين، بيقول أنهار المياه الحية تتدفق من أحضان الثالوث القدوس إلى العالم عبر الكاهن. أنهار المياه الحية، يقصد بها نعمة الله المحيية، تتدفق من أحضان الثالوث القدوس لكي تروي العالم عبر الكاهن. فهو أولا كان شفيع، والكاهن ده شغلته الأولى الصلاة، شغلته الأولى أنه يرفع إيديه ويتشفع. ده عمله الأول، عمله الأول أنه يقف قدام ربنا ويصلي، يحمل هموم شعبه ويرفع طلباتهم لله على المذبح وفي كل صلواته، يحس بألم شعبه ويصلي من أجلهم، يمثل الشعب قدام ربنا ويدافع عنهم ويتوسط لهم قدام ربنا ويطلب من أجل انسكاب مراحم الله عليهم، ويتوسط علشان ربنا يسكب سلامه على الكنيسة وعلى الشعب ويمنح الغفران لشعبه ويقدسهم. دي وظيفة الكاهن الأولى. بابا شنودة كان كده. يمكن احنا ساعات بننسى، بس لان احنا شفنا السنوات الأخيرة، شفناه في ضعف وفي مرض وفي حركة محدودة وفي نشاط محدود، لكن هو كان طول عمره رجل صلاة. من أيام ما كان في الدير كان الصوم الكبير ده القداسات ما تخرجش غير بعد الغروب، بعد الغروب كل يوم. وبعد لما بقى أسقف ولما بقى بابا في السنوات الأولى من حبريته كان القداسات دي على طول. لما كانت تحصل مشكلة في الكنيسة، مرة حصلت مشكلة كده في بداية السبعينات، مشكلة صعبة، اتفق كده مع ربنا إنه لا تراه الشمس آكلا خالص، وفضل أيام طويلة صايم. كانت في ناس عارفة كده وصايمة معاه لحد لما ربنا تحنن وحل المشكلة. هو شفيع، هو شفيع، مش بس شفيع على الأرض، لا هو دلوقتي لينا شفيع في السماء. ما تصوروش قد إيه كان بيحس بالناس، بيحس بألام كل إنسان صغير والكبير. على الرغم من قوة شخصيته إلا أنه كانت مشاعره مرهفة جدا جدا.
فكان حاسس بكل ظروف الناس وبيرفع طلباتهم أمام الله كشفيع. تحقق فيه عمل الكاهن كشفيع. أيضا الكاهن أب وراعي، لازم يكون بيتمتع بروح الأبوة ومليان من روح الأبوة، يحتضن الكل وفتح قلبه للكل، والكل يلاقوا في قلبه مكان واهتمام. والأب يهتم بالتخطيط لأولاده ويهتم باحتياجاتهم. يعني هي الكنائس الكتيرة اللي أنشأت في المهجر دي ما جاتش بشكل عشوائي، جات بمجهود أب شجع ولاده وتابع معهم كل صغيرة وكبيرة، وكان يقعد يخطط لهم. أب بيهتم بمستقبل ولاده، وكان ينادي دايما ويقول كنيسة من غير شباب كنيسة من غير مستقبل، ولازم نهتم بالشباب وتبقى الصلوات بلغتهم، يبقى فيه اهتمام بخدمتهم ويرسم لهم كهنة ويدور لهم على خدام. أب يجهز كل اللي يحتاجه ولاده، سواء مناخ مناسب للنمو أو طعام يتغذوا بيه، أو زي ما قال ربنا يسوع: من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيده ليعطيهم إيه؟ طعامهم في حينه. طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. أدينا شفنا أنه لحد آخر وقت في حياته كان ينزل يقدم الأكل الروحي لأولاده وهو على كرسي متحرك، لكن أمين وحكيم يعطي إخواته اللي هو وكيل عليهم من الله طعامهم في حينه. أب وراعي يبذل نفسه عن الخراف ويتصدر في كل الظروف الصعبة، يتصدر. أب عنده استعداد يضحي بنفسه ويتواجه في مواجهات قاسية، في ظروف صعبة مرت بها الكنيسة على مدى أكثر من 40 سنة، ولكنه كان أب متحمل المسؤولية وراعي باذل. أب احتمل إهانات، احتمل كتير من أجل أولاده، احتمل المرض بجلد وصبر، ما كانش يحسس الناس أنه هو مريض. السنوات الأخيرة من حياته هو بيغسل الكلى والمتاعب اللي في حاجات كتيرة في جسمه مش هتكلم فيها يعني، لكن هو كان قوي من جوه. أب ما يحبش يحسس ولاده أن هما مكسورين، أن الأب بتاعهم ضعيف ومتهالك، العكس كان في منتهى القوة. أيضا راعي يقود خرافه في مراعي جيدة وحريص أن هو يوفر لهم كل الظروف اللي تخليهم ينمو وتخليهم يعيشوا فرحانين وشبعانين. فالأبوة والرعاية ظهرت فيه بشكل جميل واضح مشرق. شفيع وأب وراعي وأيضا معلم، ودي ما يختلفش فيها أي حد أنه كان عنده موهبة فذة في التعليم، في تبسيط العلوم، في الأسلوب اللي يناسب الكبير والصغير. ويمكن شافت سنة 78 ولا 79 أخذ جائزة أفضل معلم مسيحي في العالم. إيمانه بقدرة الكلمة على التغيير وبأهمية التغذي بكلمة ربنا كان إيمان غير عادي، ولذلك ملى الكنيسة تعليم ونور الناس وربط الناس بالكنيسة. والإنسان لو جه الكنيسة ملقاش حد يكلمه، ملقاش حد يعبره كده، ما يحسش بإن فيه ارتباط بينه وبين الكنيسة.
أول واحد كنا نشوفه لما يجي مثلا حتى يتمم طقس من الطقوس، يقف كده ويشرح الأول، يا جماعة احنا دلوقتي هنعمل كذا كذا، هنرسم كذا كذا، هندشن كذا، هنعمل، ويقعد يشرح. معلم جميل يربط الناس بالكنيسة وينور لهم طريق الحياة الأبدية. وصية ربنا مضيئة تنير العينين عن بعد، فكان يؤمن إن التعليم هينهض بالكنيسة. طبعا تعليم أساسي في الكنيسة المسيحية منذ عصر الرسل. الكنيسة كانت قايمة على إيه؟ قايمة على كسر الخبز وتعليم الرسل، القداسات والصلوات والتعليم. ولما جم الكنيسة وسعت قوي وبدأت تحصل يعني شوية من عدم التنظيم كده، ومشاكل تظهر نتيجة إنه الخدمة الاجتماعية واللي بيأكلوا واللي ما خدوش والأرامل وخدمتهم وبتاع، الرسل على طول قالوا إيه؟ قالوا لهم إحنا ما ينفعش نسيب كلمة الله ونخدم موائد. إحنا عايزين نتفرغ لكلمة الله والصلاة، ونعين خدام شمامسة هم اللي يهتموا بالموضوع ده ويكونوا مليانين نعمة ومليانين من الروح القدس. فهو البابا شنودة كان تاجر شاطر بكلمة الله الحية، بيتاجر في الذهب. واللي يتاجر في الذهب على الأرض يكسب، لكن بعد ما يسيب الدنيا يسيب كل حاجة معاه. لكن اللي يتاجر في كلمة ربنا تفضل التجارة بتاعته تربح إلى الأبد، حتى انقضاء هذا الدهر تفضل التجارة بتاعته تربح. كلام ربنا الحي اللي اجتهد إنه هو يتغذى بيه ويوصله للناس، كلام ربنا ده هو اللي النهاردة بينتشر وبيجيب ثمر لحد دلوقتي، وهو شريك في الثمر، وهو الرصيد ويزيد في السماء نتيجة أنه تاجر بكلمة ربنا. شوفوا أهمية كلمة ربنا. اللي بيتاجر بكلمة ربنا ده مش بس بياخد ثمر وهو على الأرض، لا، ده يفضل الثمر متكاثر والمجد بتاعه يزيد في السماء يوم بعد يوم، لأنه بيتاجر في كلمة حية. لأن الكلمة بتنمو من جيل إلى جيل، ويصير هو شريكا في الثمر إلى منتهى الأيام. بابا شنودة كان معلم بيعمل ويعلم، زي ما قال السيد المسيح: من عمل وعلم يدعى عظيما في ملكوت الله. من عمل وعلم، فهو كان بيجتهد دايما أنه يعيش وينفذ وأيضا يعلم ويتاجر بكلمة ربنا. تحققت فيه كل أو أهم وظائف الكاهن الحقيقي: شفيع، أب وراعي، أيضا معلم. نموذج حلو لكل الأجيال. ربنا ينفعنا بصلواته. على رأي سيدنا البابا توادروس بيقول: أنا تلميذ صغير في المدرسة الكبيرة بتاعته، مدرسة غير محدودة بأسوار، مدرسة مفتوحة للكل يجي ويتعلم ويدرس ويشوف قد إيه كلمة ربنا حلوة، قد إيه الحياة مع ربنا ممتعة. بيسميها كان البابا شنودة مذاقة الملكوت. حياتنا على الأرض دي مذاقة الملكوت. ربنا ينيح روحه ويكافئه نظير تعبه في خدمة الكنيسة وفي بنيان الملكوت. هو أب كلنا ثمار تعبه وجهاده، فإحنا بنطلب صلواته عننا وبنقول له دايما: دي كنيستك اللي انت مش ممكن تنساها، اللي انت تعبت من أجلها وانت على الأرض، والآن أيضا يستمر دورك كشفيع، تستمر كلماتك حية في أذننا وفي قلوبنا باستمرار. وربنا ينيح روحه وينفعنا ببركة صلواته.